في سياق متصل، أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة استكمال الجهود القائمة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة من أجل التوصل إلى رؤية وطنية واحدة بشأن مستقبل ليبيا. جاء ذلك خلال استقبال شكري للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، حيث استعرض شكري آخر مستجدات الجهود المصرية الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لتمكينها من أداء مهامها في استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب. كما استمع إلى عرض متكامل من المبعوث الأممي لنتائج اتصالاته مع الأطراف الليبية كافة.